19 جوان 56 الاول زابانه، زابانه هو من وهران لان الى ايتي كونداني امور لو 3 مي 56. ومن بعد يجي واحد كبير من باليسترو عبد القادر فراج، كانوا راحين يدوهم يفيزيهم، قال لك لا لا سيدي تيروريست يلزم الفينغا. يعني الجزائر كل منذ 19 جوان من فراج حتى العويسي محمد 141 راس، 22 واحد من اخر لا فيديراسيون دو فرونس. بعد كي جا دو غول ابارتير دو 58 ولاو يدوهم يفيزيهم في الخروبه. الانسان ما يقدرش يعبر عن الشعور والاحاسيس تاع المحكوم عليهم بالاعدام، وخصوص بالنسبه للاخ الشهيد اللي يرفدوه من الزنزانه تاعو يديوه للمقصله، اللي حضروا في السجن كلها كلهم يعيشوا هذا الشعور بانهم يودعوا اخ من الاخوه الذي من اجله تحررت الجزائر. انا حضرت قريب 36 اكزيكيسيون في سركاتي، قعدت عام 57. احنا بكري في سركاتي كنا برا نشوفوا هذوك لي زافيش يديروهم في الباب، شكون اللي رايحين يكزيكيتيهم بلا كيوتي. لي كونداني امور كانوا سجعاء وكانوا الغارديانات الخوبات، على كل حال مهما كانوا الفيدا نتاعنا كانوا خارجين فيهم. واش كانوا؟ كانوا بالعاني عندهم بزاف المفاتح في يديهم، ويجوا قدام لاسيلين نتاع الكونداني امور ويبداو يشنشنوا في هذوك المفاتح باش يخلعوهم. مرزاق حاحات الله يرحمه راح ديريكت لا كيوتين، سجع اللي عنده وحط راسه. النهار اللي وصل قدام تريبيونال اسمه الزنزانه باش يقطعوا له راسو، كوميسار دي غوفرنومون حاضر والامام حاضر والغارديان دو بريزون هذا واحد السفاح كرسي جاب لي الخبر. واش قال خويا شفيق تما قبل ما قطعوا له راسو؟ خاطر هذاك كوميسار دي غوفرنومون واش قال خويا شفيق؟ قال له افي فو كيك شوز ا دير بور ديرنيير سكوند، كاش ما عندك زيد تقول يعني دقيقه دار. قال له انا نعرف كيفاش راح نموت، شوف انت كيفاش راح تموت. هل البلاد هذه يستحفظوا بها؟ ما جاتش باطل هاد الشباب يستحفظوا بها، ما عندهمش بلاد من غير هالبلاد هذيا. جيل تاع اول نوفمبر خلاص، جيل تاع كاشخاص يروحوا، اصغر مجاهد 80 سنه، تبقى المبادئ، تبدا الثوره، والثوره هي الحصانه اللي تحمي البلاد، هي الحصانه اللي توحد البلاد، هي الحصانه اللي تجعل الجزائر دائما حره مستقله.